بأطيب التحايا نحييكم مشاهدينا الأكارم ونلتقيكم على الود والمحبة في حلقة جديدة متجددة من برنامج صباح كربلاء. في هذا الصباح نسأل الله لنا ولكم أن يجعل رزقنا في هذه الحياة ونصيبنا نصيب طير يسبح لله سبحانه وتعالى ويحمده فيرزقه الله سبحانه وتعالى من أطيب الثمرات. ونسأل الله لنا ولكم مشاهدينا راحة البال وألهم الراحل والقلب المطمئن برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذا الصباح مشاهدينا الأكارم بالتأكيد سوف تكون هناك فقرات متنوعة ومختلفة، نسأل الله أن تنال بالمتعة والفائدة للجميع. وفي هذا الصباح أيضا أصبح على زميلتي التي سوف ترافقني في التقديم، الزميلة آلاء. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. وعليكم السلام ورحمة الله سوزان، وصباح جميل إن شاء الله إليك وكل مشاهدينا الكرام. للجميع أحسنتم إن شاء الله. لا تشرق الشمس إلا من محياها، يمشي الزمان على آثار ممشاها، للأرض تنمى وللفردوس قد نوميت، حوراء أنسية قد شف معناها، صلوا عليها لكي نحبى شفاعتها، كيف السبيل إلى الجنات لولاها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هكذا نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم بالصلاة على فاطمة وعلى عترتها الطاهرة، ونأمل إن شاء الله البركة لنا ولكم في يومنا هذا. في البدء مشاهدينا الكرام دعونا نفتتح برنامجنا لهذا اليوم بقراءة الاستهلال وأبرز ما سوف يكون معنا في حلقة هذا اليوم. الخرس الزوجي، ظاهرة تهدد أمن ودفء الأسرة، ما أسبابه وما تأثيره؟ نتعرف على الإجابة في فقرة حديثنا. وأيضا مشاهدينا كلما وضعنا أجهزة أبنائنا تحت المراقبة كلما أصبحنا أكثر اطمئنانا عليهم. فقرة الحماية الإلكترونية نتابعها اليوم مع مجموعة من المعلومات الجديدة. أيضا طاقة كسرى، بناء أثري بقي من العهد الساساني يحمل شاهدا على ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قصة إعماره في تقرير. وكذلك مشاهدينا لا تنسوا المشاركة بالإجابة على سؤال التفاعل لحلقة اليوم، ما مفهوم الحرية من وجهة نظرك؟ إذن مشاهدينا الأكارم كانت هذه هي أبرز الفقرات التي سوف نتناولها بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، نسأل الله أن تنال بالمتعة والفائدة للجميع. والآن مشاهدينا الأكارم ننتقل إلى الحرم الحسيني لنشاهد بعض من المشاهد من حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، ونتبارك بتلك المشاهد ونحن نستمع إلى الدعاء الخاص لهذا اليوم ودعاء
اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأحفظ إليك دعائي وأتعرض إلى الإجابة. فصلي على محمد وآل محمد. فاصل قصير ثم نعود من جديد لإتمام صباحنا صباح كربلاء. قد تجلى في علاه وحده فيها الفرج. قل هو الله أحد خالق الخلق قدير لم يلد قط ولد لا ولم يولد لأم أو أب من صلب جاد. ما له في الكون كفء ربنا يدعى الصمد. هو في كل مكان وزمان دون حد. ليس لله شريك لا ولا ضد واند. قل هو الله أحد ليس قبل الله شيء لا ولا بعد أحد. ليس مثل الله شيء جل عن وصف يعد. قل هو الله أحد قل هو الله أحد لا بتأويل العدد. قد تجلى في علاه وحده فيها الفرج. قل هو الله أحد إن كنها الله سر أزلي للأبد. سورة الإخلاص فيها خير وصف يعتمد. ما لنا وصف سواه غير ما عنه ورد. لو قرأناها ثلاثا جاء عن طه سنا. فكأن قد ختمنا الذكر والقلب سجد. قل هو الله أحد إن وعد الله حق وسنلقى ما وعد. قل هو الله أحد لا بتأويل العدد. قل هو الله أحد مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم لنتعرف على بقية فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ووصلنا إلى سؤال التفاعل الذي هو حلقة الوصل بيننا وبينكم لنتعرف على آرائكم. وحقيقة الكثير من الآراء وجدناها في هذه الصفحة وعلى سؤال حلقتنا لهذا اليوم، والذي كان مطروح حول مفهوم الحرية. ما وجهة نظرك لهذا الموضوع؟ وحقيقة مسألة الحرية متفاوتة بمفهومها وبفهمها من قبل الأشخاص. لنتعرف على الآراء المختلفة حول هذه الموضوعة التي وردت على الصفحة الرسمية، ولكن قبل أن نطالع تلك التعليقات سوف تكون هناك جولة مع الزميل محمد علي لنستطع بعض الآراء التي أجراها فلنتابع. تحية موسومة بالحب والمودة من الله عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما تكونوا، لنرحب بكم في جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. أعزائي المشاهدين، سؤال الجولة لهذا اليوم يقول: ما مفهوم الحرية لديك؟ تعالوا معنا لنشاهد ونصغي إلى بعض الآراء.
الحرية لأنه كل إنسان مو بس يراعي ظروفه وحريته الشخصية، لازم يراعي حرية الآخرين، يعني لازم ما يأثر على الآخرين بأنه يمارس حريته هو الشخصية. أهم شيء يراعي حرية الآخرين طبعا، لأن كل قوانين دولة يتقيد بقوانين الدولة اللي هو موجود بيها، وهو كل إنسان ولد حر. الحرية مو مطلقة؟ لا مو مطلقة طبعا، يتقيد بالقوانين كل إنسان، كل وبمجتمعه وبدينه، كل مكان أكو نوع من الحرية، يعني أكو حرية محدودة، أكو يعني أكو شغلات بدول الغرب عندهم يعني شوية الحرية أكثر أوسع من عندنا، مثل حرية الصحافة وغير شغلات. حقيقة هي الحرية هي هبة من الله سبحانه وتعالى، والأحاديث والأثر الاجتماعي والديني والعرفي يقول بأن الإنسان يولد حر، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أهل البيت عليهم السلام يتأكد على هذا الموضوع أن الإنسان يولد حر، والحرية بالأساس هي فطرة الله سبحانه وتعالى، ويولد ابن آدم على الفطرة. اللي قاعد يصير مع الأسف حاليا بالمجتمع العراقي بالخصوص وبصورة عامة، لإرادات طبعا معروفة، لأجندات معروفة، أنه دي يصير تشويه لهذا المفهوم، ودي يصير تحويل بهذا المفهوم من حرية حقيقية بالممارسة بالمعتقد إلى انفلات. وهذا طبعا أكيد واضح، المشاهد والمستمع يعرف بأنه اللي قاعد يصير هو انفلات محرية. القاعدة العامة بالحرية أن الإنسان يمارس احتياجاته وممارساته بطريقة لا تؤثر على الآخرين، يعني هاي القاعدة اللي تقول بأنه تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، هذا وإن كانت هي مو نص ديني حقيقة، تعرف النص الديني عندنا خاصة بمجتمعاتنا إلى قدسية وإلى حكمية خاصة، ولكن بالتالي هذا منطق بأنه ما يصير تمدد على حساب حريات الآخرين وعلى حساب معتقدات وأفكار ومنهجيات الآخرين. اللي صار عندنا مع الأسف هو خلط وتجاوز على هذا المفهوم المقدس. أنا أعتبر هذا المفهوم مفهوم مقدس، الحرية هي الله سبحانه وتعالى هبة من الله سبحانه وتعالى، لكن مع الأسف صار لها تشويه وصارت تضاربات أدت إلى أنه أصحاب حق يسلبون هذا الحق، وأصحاب مبادئ يسلبون هذا وتعاب عليهم هذه المبادئ باسم الحرية. ومع الأسف هذا فالشيء يعني إذا صار وإذا استمر وإذا تطور راح يسوي فد إرباك بالمنظومة القيمية للمجتمع. مجتمعنا مجتمع محافظ، مجتمع إلى أصول، حتى وإذا كانت مو أصول دينية، إلى أصول اجتماعية، إلى أصول عرفية، مع الأسف تعرض للتشويه. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه الناس تعي هذا المفهوم، لأنه حقيقة مفهوم الحرية يقوم عليه ديمومة المجتمع إذا تشوه أو تعرض إلى القمع من الناس الذين يتجاوزون عليه. حقيقة المجتمع ينتهي للانهيار، ويا ما أكو مجتمعات قائمة عامرة انهارت بسبب هذا التجاوز. أسأل الله العافية للجميع. نعم أحبتي، فقد كفل الله تعالى الحرية للإنسان منذ الولادة، ولكنها تخضع لانضباطات وقوانين متعددة، فعلى الإنسان أن يتعايش معها ويحترمها حتى يصل إلى الحرية الكاملة. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة، وهذه عودة للزميلة في السعودية. Thank you.
شكرا جزيلا للزميل محمد علي على هذا التقرير، وكانت جولتي هي حول سؤالنا لهذا اليوم، سؤال التفاعل اللي كان حول ما هو مفهومك الشخصي حول الحرية. طبعا هذا الموضوع طرحنا على صفحة قناة كربلاء، صفحة الفيسبوك، وأيضا استقبلنا تعليقات جميلة من مشاهدينا الكرام والمتابعين، وكانت لهم آراء مختلفة. الآن أنا وزميلتي سوزان راح نستعرض أبرز هذه التعليقات. طبعا سوزان اللي لفت نظري تعليق من الأخ حسين السهلاني يقول: للأسف اليوم أصبح مفهوم الحرية عند البعض من هؤلاء السذج رجالا أو نساء مفهوم خاطئ، تتبع الملذات والرغبات والتبرج عند النساء والتقليد الغربي عند الرجال، هؤلاء هم عديمي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهم بعيدين عن التقوى، وأيضا لديهم مفهوم الحرية مفهوم خاطئ، كما يقول أنه الحرية هي عدم الخضوع للذلة والإهانة، الحرية هي عدم التملق أو إيذاء الآخرين. بالفعل سوزان هذا الكلام يعني جدا منطقي، لكن احنا لازم نعرف من أين نبدأ بمفهوم الحرية وأين ننتهي ونقف. طبعا أحسنت. مشاركات اللي كانت مع زميل محمد علي كانت جدا رائعة، البعض تكلم أيضا بهذا المنطوق وقال أنه حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. نعم، وذكر أيضا بأنه هذا تقريبا هي مو عبارة دينية أو نص ديني. نعم. ولكن نستدل بكثير من الآيات والأحاديث، يعني أهل البيت سلام الله عليهم وضحوا مفهوم الحرية بأكثر من حادثة بأكثر من موقف. مثلا حادثة ذلك الرجل الذي كان يمنع الماء وهي ملكة، يعني هي حرية التصرف بالأملاك الخاصة، ولكن لما كانت أنه راد يتصرف تصرف بأنه يقطع الماء عن الأرض المجاورة إلى، كان هناك منع حول هذه المسألة باعتبار أنه فعلا أنت حر بأملاكك، ولكن في حال كان تصرفك بتلك الحرية اللي تملكها يؤذي الآخرين هنا تنتهي حريتك. وكثيرة هي المواقف والأحاديث التي ذكرت هذه المسألة، وكذلك حادثة تلك السفينة اللي كان بها مجموعة من الناس وكان شخص يقول أريد أن أخرق هذه السفينة، فأيضا وجه بالمنع باعتبار أنت حر بمكانك بالفعل، ولكن هذه الحرية لما نتمارسها وتؤذي الآخرين هنا يعني أعتقد هذا مفهوم خاطئ وهنا تتوقف الحرية. وذكر مثل ما ذكرت قبل قليل حسين السهلاني هذا المبدأ وهذا المفهوم. نعم. اليوم عندنا بوسائل التواصل نشوف الكثير من حالات السلبية ومن الشخصيات اللي للأسف اللي هي معروفة على وسائل التواصل ولها تأثير على المجتمع، وحتى البعض يعتبر نفسه فنان والبعض يعتبر نفسه كاتب، والكثير من الشخصيات وعندهم تصرفات سيئة. لما شخص يذكر هذه المسألة فقط حتى نوضح هذا المفهوم للأجيال اللي تستمع، لما يقول إنه أني مثلا حر، إنه هذه حريتي، هذه حريتك هنا هذا مفهوم خاطئ. وللأسف بدأت الأجيال يعني كفتيات وكشباب يتناولون هذا الموضوع على أساس أنهم هو عندهم حرية بهذا الموضوع، وهذا بالتأكيد خاطئ سواء بالشكل أو بالتصرف، لازم نراعي المكان اللي إحنا موجودين به. أيضا وضح هذا المفهوم حسين عباس الساعدي مشكور، يقول الحرية في الإسلام فهي التحرر من الإكراه والضغط والأسر والظلم. كذلك يقول هذا المبدأ يمنح الإنسان الحق في التفكير واتخاذ ما يراه واختيار ما يناسب رغباته المشروعة مع الالتزام وتحمل المسؤولية. إذن الحرية هي قدرة الإنسان على التصرف بمحض إرادته اختيارا بين البدائل والممكنات لتحقيق إنسانيته في ظل التوجيهات الإلهية التي نزلت لتنظيم الحرية حتى لا تنقلب إلى فوضى وظلم واعتداء، وكذلك اعتداء على الحرمات وحقوق الآخرين باسم الحرية. شاكرين تعليقك يا أخونا حسين، وحقيقة ذكر بأنه المفاهيم اللي نزلت من الدين الإسلامي والقواعد والأحكام كلها كانت يعني بحذافيرها تؤكد أنه تحفظ كرامة الإنسان مع أنه يكون حر بتصرفاته وبآرائه، ولكن ما يتجاوز على الآخرين. أكيد أكيد يا سوزان، هذا المنطوق اللي أيضا تعليق أفراح الكاظمي نطقت به وقالت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مفهوم الحرية هو أن نحرر أنفسنا من ظلم الجهل إلى نور العلم، ونحافظ على مبادئ ديننا وعدم الخروج عن إطار الأخلاق، ونعبر عن آراءنا مع احترام حرية رأي الآخر. أيضا جهاد يقول: أن تمارس ما تشاء في حدود لا ضرر
ولا ضرار. هذه القاعدة الإسلامية الرفيعة اللي أيضا نص عليها الدين الإسلامي، حيث قال أنه لا ضرر ولا ضرار بتصرفنا، بأخلاقنا، حتى سلوكنا داخل المنزل أو خارج المنزل. يعني أحيانا تلاحظ الشخص أنه داخل المنزل يقول هذا أنا بيتي وحريتي الشخصية، في حين أنه قد يسبب الإحراج، قد يسبب الضرر لعائلته، لأخوانه، لوالدته ووالده. أيضا مثل ما نوهت زميلتي سوزان حول انتشار مقاطع الفيديو من داخل الأسرة، في حين راح يسبب حرج أو ضرر لهذه الأسرة. نعم سوزان، نكمل بقية التعليقات. أيضا من التعليقات التي وردت مشاهدينا، هناك تعليق لرائد الجاسم يقول: الحرية أكبر من أن توصف بكلمات، الحرية تمارس ضمن ضوابط وحسب الجو العام للمجتمع، بحيث لا تتجاوز على عادات وتقاليد ذلك المجتمع. مفهوم راقي للحرية وضعه رائد الجاسم حول هذا الموضوع. بالفعل دائما نلاحظ هذه المسألة، سواء أنه لما نروح زيارة لأحد الأصدقاء في منزله الخاص، حتى وإن كانت عندنا بعض السلوكيات وبعض الأمور اللي إحنا نقول هذا تصرفاتنا الخاصة وحريتنا الخاصة، ولكن لما نذهب إلى منزل وهو منزل وليس مجتمع، نحافظ على خصوصية ذلك المنزل والتقاليد اللي يؤمن بها ذلك المنزل وتلك العائلة. فما بال لو كنا في مجتمع، هذا المجتمع إذا كنت أنت في مجتمع إسلامي، أحترم هذا المجتمع، أحترم عاداته وأحترم تقاليده. لا يجوز أنه أتي بتصرفات أو بأفعال أو بأقوال لا تموت بصلة إلى ذلك المجتمع، وبعد ذلك أقول أنه أنا الآن أمارس حريتي الشخصية. فهذا المفهوم جدا خاطئ، راح تكون أنت مضر لنفسك، وبالتالي راح يكون أيضا ذلك أضرار للمجتمع بصورة عامة. نعم سوزان، أيضا من التعليقات الأخرى اللي وصلت من محمد القرعاوي يقول: هي فهم الآخرين وعدم التعدي على حقوقهم ومكاسبهم كمسلمين. أيضا أبو زينب يقول: الحرية أن يكون للشخص حرية التصرف في أمور دنيا ولا يتسبب في ضرر في الدنيا والآخرة. نعم أحسنتم أبو زينب. في حين يقول حيدر أبو حسين: الحرية هي أن لا أكون عبدا للشيطان وجنوده، وأكبت نزوات النفس وأروضها بالاتجاه الصحيح، فلا أجعلها أسيرة للشهوات. تعليق جدا جميل من حيدر أبو حسين. هكذا نفهم موضوع الحرية. وفي هذه التعليقات وصلتنا الكم الهائل من المشاركات، طبعا يتعذر علينا أن نقرأ كل المشاركات ونعتز بها بنفس الوقت، وإن شاء الله في الأيام القادمة راح يكونون معنا وينضمون إلينا في هذه الفقرة، فقرة مواقع التواصل، اللي نحاول من خلالها سوزان أنه نستعيد ونستذكر بعض الخصال المهمة. نعم أحسنتم. أيضا من التعليقات التي وردت تعليق لأم محمد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أختنا الفاضلة. تقول: من وجهة نظري أن الحرية هو التعبير عن الرأي، وأن أتقبل الرأي الثاني، وأن أعبر عن رأي بكل أدب واحترام، وأن لا أتجاوز الحدود. جدا جميل هذا التعليق وهذه هذا الرأي، باعتبار أنه حتى لما يكون عندي رأي خاص، شوف الحرية أنه عندي هذا رأي ورأي الخاص، وأنا حرة أنه أنطي هذا الرأي، ولكن ما ألزم الآخرين بأنه يعني يتقيدون برأيي. لاحظنا كل شخص يمارس حريته على نطاق أنه هذه حريتي، هذا رأيي. فاحترام رأي الآخرين هذا معناته أنه دا أحترم حرية الآخر في إبداء رأيه. وهذا للأسف نلاحظ في بعض الأحيان أيضا بوسائل التواصل الاجتماعي، دا تلاحظين مرات أنه لما ينزل في موضوع من الموضوعات، بعض الشخصيات يذكر رأيه بهذا الموضوع، وإذا كم من التعليقات السلبية كأنه تريد تحدده أنه لا أنت خطأ، هو هذا رأيه. يعني أحترم رأيه، وحتى إن كان مخالف لرأيي، ولكن هذا رأيي، هذا معناته أنه دا أمارس حريتي بأعتقد بنطاق محدد ضمن نطاقي الخاص، بدون أنه أتجاوز على الآخرين. فنحتاج إلى هذه الثقافة، فهم الحرية بشكل صحيح. بالضبط. سوزان، أيضا لاحظ بعض الأشخاص هم يطالبون باحترام رأيهم، ويقولون أنه هذا الأمر حرية شخصية، في حين لو يرجع الأمر إلى يعني تلاقي أنه ما يطبق مع الآخرين، ويبدي أنه يتهجم على الآخرين في موضوع الحرية الشخصية. هذا الموضوع لاحظة جدا مهم سوزان، خاصة في مثلا المكانات اللي تراودها مثلا مجموعات، أو في دوائر العمل، أو حتى داخل الأسرة. إن شاء الله نكون من يمثل أفضل تمثيل هذه الخصال الحميدة اللي أوصى بها الإسلام، وأيضا نطبق قواعدها الشريفة. أحسن.
أحسنتم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم لنتعرف على بقية فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ونتوقف لنتعرف على أهم العناوين الإخبارية مع موجز الأخبار وعباس الأنصاري. شكرا للزميلات في استديو صباح كربلاء، أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. وفد من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية يقدم التعازي والمواساة لذوي شهداء وجرحى الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا قرب المستشفى الجمهوري في البصرة. وقال رئيس وفد العتبة العباسية شيخ عادل الوكيل: قدمنا لعوائل الشهداء وجرحى الحادث هدايا مادية ومعنوية من المرقدين الطاهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، محفوفة بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل. مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية تعقد ندوة تعريفية حول مجمل خدماتها المقدمة للشرائح المستحقة في كربلاء المقدسة. المؤسسة أكدت كفالتها لأكثر من 130 ألف يتيم منذ تأسيسها، إضافة إلى تقديم مختلف المساعدات الصحية والتربوية والعينية لهم وللنازحين بدعم وتوجيه من المرجعية الدينية العليا. تربية المثنى تعلن عن وصول الوجبة الأولى من الرحلات المدرسية المقدمة من قبل منظمة اليونيسيف إلى مخازن تجهيزات التربية. وقال مسؤول إعلام التربية في المحافظة عباس الزيدي إن هذه الرحلات المزدوجة سيتم توزيعها بين مدارس الفتح الجديد في عموم مناطق المحافظة كوجبة أولى من أصل 6000 رحلة أو رحلة مخصصة لتربية المثنى. هيئة الإعمار في النجف الأشرف وبوتيرة عمل متصاعدة تحقق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مجسر تقاطع الزهراء عليها السلام تجاوزت 64%، حيث أشاد مواطنون بالمشروع لكونه يهدف إلى تخفيف مشكلة الاختناقات المرورية في المنطقة الذي من المتوقع إنجازه نهاية العام القادم. وزير النفط إحسان عبد الجبار يؤكد أن مشروع حقل مجنون يعد من المشاريع التي تدعم صناعة مستقبل الطاقة والاقتصاد الوطني. وقال عبد الجبار إن الوزارة تهدف إلى زيادة إنتاج النفط في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا، وأن عملية التطوير ومستوى الإنجاز المتحققة خلال 3 سنوات و6 أشهر من العمل هو إنجاز كبير وبجهد وطني يعد من العلامات الفارقة في صناعة النفط العراقية. مشاهدينا، كان هذا موجز الأخبار، وهذه عودة للزميلات في استوديو صباح كربلاء. شكرا للزميل عباس الأنصاري. يقال لو كان للكلام عطر لكانت الصلاة على محمد وآل محمد أجمل العطور. نتابع الآن معكم فقرة في أقل من دقيقة مع الأستاذة آسيا بلادي، فإلى هنا. السلام عليكم، دقيقتنا بعنوان العطر والكلام. أنا إذا اشتريت عطر مهما كان سعره غالي ونوعية جيدة ما أستفيد منه إلا إذا فتحته واستخدمته وصار الرذاذ على ملابسي وفي المكان اللي أنا متواجدة فيه. كذلك إحنا مشاعرنا تجاه أهلنا، تجاه أقاربنا، تجاه أبنائنا، تجاه أزواجنا، نحن نكن لهم الحب ونكن لهم الود، لكن ما نستفيد من هذا الحب إلا إذا أظهرناه. فما المانع أن نبوح بعبارات الحب لأقاربنا، لآبائنا، لأمهاتنا، لإخواننا، لأخواتنا، لصديقاتنا، لأزواجنا، لأبنائنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بما معنى الرواية: إذا أحب أحدكم أخيه فليخبره.
إذن مشاهدينا الأكارم، حقيقة نشكر السيدة آسيا بلازي على هذه الموضوعة وهذا الكلام بأقل من دقيقة موجزة، بحيث ذكرت مفهوم الكلمة الطيبة وسحر هذه الكلمة، وذكرت ووصفتها بوصف جميل بأنه كأنها لها هذا العطر عندما أطلق هذه الكلمات للآخرين. وبالفعل يقال بأنه إذا كانت قدمك تترك أثرا على الأرض فلسانك يترك أثرا في القلب، وبالفعل هذه المسألة جدا صحيحة. البعض ممكن يستسهل هذه الكلمة، وهي الآن أكدت على مفهوم الكلمة وأثرها في قلوب الآخرين. البعض ممكن يشوف هي مسألة جدا سهلة، ولكن هي صعبة، تحتاج إلى أنه يكون القلب سليم، القلب طيب، القلب محب، قلب نقي، بحيث يستطيع إخراج هذه الكلمات للآخرين بكل صدق، بكل أكيد. محبة. وأعتقد هي من أرخص أنواع الصدقات، يعني يقال أنه الكلمة طيبة صدقة. يعني لاحظي أنه حتى الإسلام حث على هذه المسألة بهذا الجزء البسيط. نعم أكيد سوزان، لاحظ الكلمات اللي يعني تنطي طابع الحب، الحنان، طابع الرأفة، أيضا تبقى عالقة في الذهن وداخل الروح، فتذكريها كل ما تجدد الموقف وكل ما مررتي بحادث يشبه الحادث اللي مرينا به. الآن وصلنا إلى فقرة حديثنا، ورح نتكلم اليوم حول ظاهرة موجودة في المجتمع للأسف، ربما أنه البعض يخفيها عن المجتمع، لكن هي موجودة اليوم. نتكلم عن ظاهرة الطلاق العاطفي أو ما يسمى بالخرس الزوجي، وهو أخطر أنواع الانفصال بين الزوجين. رح نتكلم حول هذا الموضوع في فقرة حديثنا. إذا مشاهدينا الأكارم، للحديث عن هذا الموضوع المهم والخطير جدا اللي هو مسألة الخرس الزوجي، سوف ينضم معنا الدكتور عامر الحيدري، استشاري الطب النفسي. السلام عليكم دكتور. حياكم الله، الله يسلمكم وبقناتكم مباشرة. الله يحييكم. أسعد الله صباحكم دكتور عامر. الله يخليكم، تفضلوا. دكتور، حقيقة نتحدث اليوم عن مسألة اجتماعية تخص الزوجين، وهي حقيقة من الخطورة، بحيث أنه ممكن تسبب وتصل إلى طلاق، وممكن ما تصل إلى طلاق ولكن هي تسبب مشاكل ممكن داخل الأسرة، اللي هي مسألة الخرس الزوجي. خلينا نفهم أول مرة أنه ما معنى الخرس الزوجي، ومتى يصل الزوجان إلى هذه المرحلة؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً يعتبر الخرس الزوجي والانفصال العاطفي من المشاكل الأسرية اللي قد تعاني من عندها الأسرة، وبالتالي هم يعني البدايات الأساسية واللبنة الأساسية لموضوع الطلاق. الخرس الزوجي طبعا يعني هو مشكلة حقيقة، مشكلة اجتماعية، وعلى الأزواج أن ينتبهوا لهذه المشكلة، لأنه نهاياتها راح تكون وخيمة، سواء كانت نفسية، جسدية، أسرية. يعتبر طبعا هو مثل ما تكلمنا شكل من أشكال الانفصال بين الزوجين. بصراحة قد هنالك يصير خلط بين الموضوعين، موضوع الخرس الزوجي والانفصال العاطفي. أحسنتم. البعض يعتقد أنه موضوع الخرس الزوجي هو آلية التفاهم المنطقية بين الزوجين، يعني من ناحية الكلام نجد كل منهما يعني يحاول أن يعني يتجرد عن مفهوم الآخر، وبالتالي الكلام بين الزوجين يكون كلام جدا طفيف ويكون فقط في موضوع الرسميات، بينما تبادل الحوار، المشاعر، الأحاسيس، هذه قد تكون معدومة بين الأزواج. قد هم يعني هنالك لغة حوار بسيطة أمام الغرباء، لكن فيما بينهم تكاد تكون فقط للأشياء الأساسية ومتطلبات البيت. نعم. طيب دكتور عامر، ولكن نعم. حديثهم، مشاعرهم، أحاسيسهم قد تكون معدومة. لكن ما يسمى بالانفصال العاطفي، لا، هو الانفصال سواء كان التعبير عن المشاعر أو الانفصال الجسدي. نعم دكتور عامر، أكيد هذه المشكلة الكبيرة اللي يعاني منها بعض الأزواج حدثت نتيجة أمور طارئة على الأسرة، أو أنه من بداية العلاقة كانت أسباب وما قدروا يتلافوها. أهم هذه الأسباب نقدر نتعرف عليها؟
تمام تمام يعني هو بالتأكيد هي مو وليدة الحدث، يعني أكيد إذا كان أكو هنالك أساسيات لعدم توازن وعدم توافق الزواج بداية الزواج، قد يكون هنالك سوء فهم إدراك بين الطرفين، قد يكون هنالك سوء علاقة، قد يكون هنالك يعني إجبار على موضوع الزواج، ماكو تفاهم، أكو خلل بالطبقات، أكو خلل اجتماعي، أكو خلل اقتصادي، أكو خلل ثقافي، هذه كلها قد تكون الأسباب اللي تؤدي إلى الموضوع الخرس الزوجي. ممكن أنه الزواج استمر فيما بعد، قد تطرأ على الأسرة تغيرات، يعني عدم فهم لأحدهم للآخر، يعني إحنا من ضرورة تكافؤ واستمرارية وديمومة الزواج هو آلية الحوار وآلية فهم الطرف للطرف الآخر. إحنا أكو مشكلة بصراحة دائما أنه نقدم حقوقنا على واجباتنا، يعني أعتقد حتى يستمر هذه العلاقة بين الأزواج وحتى يستمر الزواج وتستمر هذه السفينة بالمسير، يجب أن نقدم واجباتنا على حقوقنا، أفهم الطرف الآخر شنو اللي يحتاجه ألبيه إياه، بالتالي هو يعني طبيعيا وأوتوماتيكيا راح يحاول وأيضا يلبي رغبات الطرف المقابل دون اللجوء إلى موضوع أنه واجبي شنو، واجباتكم شنو، حقوقي شنو وحقوقك. فأعتقد يعني هي آلية التسامي والنظر للطرف المقابل أفضل شيء لتفهم الطرفين وللحيلولة دون هذه العلاقات المشبوهة اللي هي الاتصال العاطفي الخلف الزوجي اللي تؤدي بالنهاية إلى العواقب الوخيمة واللي قد يكون الطلاق نهاية. هو أريد أسأل عن هذه العواقب دكتور عامر، العواقب اللي ممكن أنه قبل لا أوصل لمرحلة الطلاق يمكن يكون طبعاً. الطلاق أنه حل للمشكلة، ولكن طبعاً. ما هي طبعاً. عواقب هذه الحالة، حالة الخرس الزوجي في حالة كانت موجودة داخل الأسرة، وتعرف أنه هذه الأسرة ممكن تكون مو فقط الزوج والزوجة، هناك أبناء راح يعيشون داخل أكيد. هذه الأجواء، فريد نعرف طبعاً. أنه أجواء هذه يعني الآثار السلبية لهذا الخرس الزوجي لا يقتصر فقط بالتأكيد على الزوجين، أريد نعرف أكثر أبعاده على الأسرة أكيد. بشكل كامل، كيف سيكون الأبناء ضمن هذه الأجواء؟ تمام. إحنا إذا رجعنا شوية للزوجين، يعني إذا كان أكو يعني بالتأكيد اتفقنا أنه هنالك سوء بالتفاهم وللتعبير من طرف إلى الطرف الآخر، بالتالي راح تكون لغة الحوار معدومة بين الطرفين. هنا يعني هي ما فقط يعني طبعا الآثار النفسية راح تكون وخيمة، قلق، صداع، قلة النوم، الهيجان، العصبية، قلة التركيز، الآلام الجسدية الغير مبررة، المزاج المضطرب، الاكتئاب، الانعزال، بعض الأحيان قد تصل القضية إلى الرغبة بالتخلص من الحياة طيب يعني بسبب سوء هذه العلاقة ما بين الزوجين. بالإضافة للأشياء الأخرى اللي هي يعني إحنا عندما يكون هنالك كبت هذا راح يكون معكوس سلبي على الصحة الجسدية، اللي تظهر عندنا مثلا آثار تساقط الشعر بداية الشيخوخة، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض السكري، القولون المتهيج، هذه كلها آثار جسدية، هذا جانب. إذا نريد نتكلم عن الشيء الآخر اللي موجود بالبيت اللي هم الأطفال، طبعا راح تكون العواقب وخيمة، هذا الطفل راح ينحرم من الألفة والمحبة الموجودة بين الطرفين، طبعا الطفل راح ينشأ في أسرة دائما مبنية على المشاكل، مبنية على الصراعات، مبنية على العصبية، عدم التفاهم، ماكو روح الألفة والمحبة والابتسامة والسلام بين الطرفين، بالتالي طبعا راح ينشأ نشأة غير صحيحة وراح تأثر سلبا على نفسيته وعلى سلوكياته وعلى تحصيل الدراسي، يعني وعلى يعني آلية تعاملنا مع يعني بيناتهم، يعني الأخوة والخوات، وأيضا أيضا أيضا راح تعكس انطباع وتصوره عن ماهية الزواج، بالتالي راح يعني ينشأ نشأة غير صحيحة ويكون عنده تصور خاطئ للمستقبل
للزواج وما هو الزواج وكيف يستمر في هذه الحياة. نعم دكتور عامر، لو عدنا بمراحل نشوء هذا الخرس الزوجي، هل ممكن أنه يحدث بعد زواج طويل أم أنه مرت الأسرة ومر الشريكين بصدمة كبيرة أدت إلى حدوث هذا الخرس الزوجي؟ احنا تكلمنا يعني هو قد يكون الأسباب ونشأته من بداية الزواج بسبب عدم التكافؤ الثقافي والعلمي. يعني احنا دائما ننصح يعني يجب ان يكون هنالك تكافؤ، لا بأس انه يكون هو متعلم هي متعلمة. الجانب الاقتصادي مهم ايضا، يعني صح لابد انه تكون هو يعني لديه عمل ووظيفة حتى يستطيع ان يوفر لقمة العيش، لان حتى نتجاوز اكو موضوع يسموه الجانب الاقتصادي اللي ممكن قد يكون احد اسباب الخرس الزوجي. لانه اذا كان الزوج يعمل وكانت هي موجودة في البيت، بالتالي راح يصير تكافؤ بين الطرفين، يعني هو يجتهد ويتعب ويكدح حتى يحصل على لقمة العيش، وبالتالي هي ايضا ماهيتها تربية وتعليم ورعاية وعناية واهتمام الأطفال، فبالتالي أكو تكافؤ بين طرفين. هذا جانب. الجانب الآخر الطبقات، يعني إحنا دائما نسمع في قصص الاتصال هنالك فرق شاسع بين الطبقتين، وبالتالي هذا يكون سبب المشاكل المستقبلية اللي جنابكم تفضلتوا بها، إنه قد تكون هنالك تطرأ بسبب الخيانات الزوجية، بسبب المشاكل الأسرية، هذه أيضا قد تكون أحد أسباب الخرس الزوجي اللي قد تطرأ على الأسرة في بعض. طبعا يعني إحنا ممكن أنه تتلافى هذه الأمور إذا كان أكو لغة حوار جيدة بين الطرفين، وبالتالي أكو انكشاف وأكو انفتاح في آلية التفاهم والوضوح، وضوح الرؤية بين الزوجين وسهولة التعامل كل منهما مع البعض. أحسنتم. إذن أعتقد ذكرت محاور جدا لطيفة وجدا مهمة، نتمنى أنه اللي يستمع أنه يشعر أنه عنده من بعض من هذه الأعراض داخل الأسرة أنه يلجأ إلى هذه المسألة قبل ما تتفاقم، مثل ما ذكرت، إلى لغة الحوار والتفاهم بين الطرفين. الدكتور عامر الحيدر استشاري الطب النفسي، نشكركم الشكر الجزيل على ما أفضتم به من معلومات، شكرا جزيلا لكم، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور عامر الحيدري، نلتقيكم إن شاء الله في أوقات أخرى. إن شاء الله، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الأكارم، أعتقد استوفينا هذا الموضوع إن شاء الله، ونتمنى لكل عوائلنا الراحة والاستقرار. مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم لنتعرف على بقية فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ولكن بعد فاصل قصير.
ونزال مستمرين في هذا الصباح الجميل اللي يحمل نسمات قليلة وجو رائع ولطيف. أيضا هذه الطبيعة اللي تمتاز بها قطرنا الحبيب العراق، وأيضا محافظتنا محافظة كربلاء تمتاز بأجواء رائعة وطبيعة خلابة أيضا تنمو فيها كثير من النباتات والأزهار، ودائما نلاحظ صباحنا مليء بشذا العطور سوزان، خصوصا أنه حدائق قناة كربلاء وإحنا داخلين للاستوديو نحمل معانا هذا الشذا العطر من حدائق قناة كربلاء. أعتقد هذه المسألة يعني توصل مثل ما إحنا موجودين ضمن هذه الحدائق ونستمتع بهذه الأجواء، أعتقد إن شاء الله هذه الصورة واصلة إلى أيضا المشاهدين. ودائما من الجميل أو اللطيف اللي يحدث أنه أثناء الحديث مرات تحدث لقطات جدا رائعة وجميلة، يعني أعتقد عفوية باعتبار أنه بعض العصافير تكون قريبة من أدنى أو بعض الفراشات تكون كأنه خلفية وتتحرك، فأعتقد هذه ممكن أنه حتى لو نريد أنه نجسدها إحنا ما راح نقدر، شوف الطبيعة هي لوحدها ممكن تكون جميلة بتلقائيتها كاملة. سبحان الله سبحان الخالق. الآن وصلنا إلى فقرة الحماية الإلكترونية، وأكيد كلنا نحتاج أن نتمرن ونتدرب على هذه الحماية باعتبار نحن نعيش في هذا العصر، عصر الحروب الإلكترونية. كلمة المرور وبناء كلمة المرور، هذه الكلمة اللي تحمي مواقعنا وتحمي أيضا أجهزتنا، نحاول أنه نتعلم هذه الخطوات مع الدكتور وسام الخزاعي. فإلى هنا أخواني خواتي، سلام من الله عليكم. اليوم أنا وإياكم سنتحدث إن شاء الله عن كلمات المرور، ما هي كلمات المرور وما هي الإرشادات الواجب اتباعها عند بناء كلمات المرور. بداية، ما هي كلمة المرور؟ كلمة المرور هي مزيج متكون من حروف كبيرة أو صغيرة أو أرقام أو رموز خاصة نستخدمها في المرور إلى تطبيقاتنا المثبتة على أجهزتنا، مثل تطبيقات الجيميل، فيسبوك، انستغرام، ماسنجر، وتويتر. من أجل الحفاظ تستخدم طبعا كلمات المرور هذه من أجل الحفاظ على بياناتنا الموجودة داخل تلك التطبيقات، مثل الرسائل، الصور الشخصية، الملفات النصية، الملفات الفيديوية وغيرها من البيانات الأخرى. من الاختراق بواسطة أشخاص ليس لهم صلاحية طبعا الوصول إلى تلك البيانات. من خلال كلمات المرور دائما احنا راح نحافظ على مبدأ الخصوصية والأمان لتلك التطبيقات. يوجد هنالك طبعا مجموعة إرشادات يجب ان اتباعها عند بناء كلمات المرور. من تلك الإرشادات، اولا يجب ان تكون كلمة المرور قوية، ومعنى كلمة المرور قوية انها يجب ان تكون ليست سهلة التخمين، حيث يجب ان تحتوي على حروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام ورموز خاصة إلى آخره من الرموز المتوفرة على لوحة المفاتيح الموجودة أمامنا. طبعا على سبيل المثال، لو أردنا إنشاء كلمات مرور قوية يجب أن تحتوي طبعا تلك الكلمات على رموز خاصة قدر الإمكان، حيث أن الرموز الخاصة يصعب تخمينها سواء كان من قبل الأشخاص الذين يحاولون سرقة كلمات المرور أو من خلال البرامج المستخدمة لذلك. من الأمور الواجب اتباعها أيضا عند بناء كلمات المرور هي أن لا تحتوي على اسمك أو الاسم الثنائي الخاص بك أو الاسم الثلاثي، اسمك واسم أبيك واسم جدك على سبيل المثال، كذلك أن لا تحتوي على تاريخ الميلاد، رقم الهاتف إلى آخره. سبب أنه راح يؤدي ذلك إلى سهولة تخمينها من قبل المخترقين أو البرامج المستخدمة طبعا في عملية التخمين. من الأمور أيضا الواجب اتباعها عند بناء كلمات المرور هو عدم استخدام كلمة سر موحدة لجميع التطبيقات. بالتالي إذا تخمنت كلمة المرور هذه فيستطيع المخترق أن يدخل إلى جميع التطبيقات الخاصة بنا. لذلك يجب أن تكون كلمات المرور مختلفة باختلاف التطبيقات اللي احنا نستخدمها. الموضوع الآخر الواجب اتباعه هو أنه يجب أن يبلغ طول كلمة المرور 8 أحرف فأعلى، يعني على الأقل يجب أن تكون 8 أحرف. طبعا هذه الأحرف يجب أن تكون مثل ما
ذكرنا سابقا أن تكون أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأرقام ورموز خاصة. الموضوع الخامس والمهم أو الأمر الخامس والمهم الواجب اتباعه هو أنه يجب تحديث كلمة المرور بين فترة وأخرى، يعني ما لا يقل عن أسبوعين أو بالكثير أن يكون شهر نبدل كلمات المرور هذه في سبيل أنه نحافظ عليه، حتى لو تخمنت من قبل المخترقين بالتالي أنا من راح أبدلها راح أحافظ على أمن الحساب مالتي، وسوف أضع حد لوصول المخترق إلى التطبيقات الخاصة بي. هذه مجموعة الأمور الواجب اتباعها عند بناء كلمات المرور. طبعا سايبر نيوز واللي هو الموقع الخاص بالأمنية، هذا الموقع نشر أسوأ كلمات المرور لعام 2021. مثل ما تشوفون حضراتكم أمامكم ممكن أنه يخلون أغلب المستخدمين للتطبيقات مخلين من الواحد للستة، من الواحد للتسعة، كويرتي اللي هي QWERTY إلى آخره. لذلك يجب أن نبتعد عن هذه الكلمات الضعيفة لأنه رح يسبب لنا سهولة تخمينها، بالتالي سهولة وصول المخترقين إلى حساباتنا. هذا ما يتعلق بفقرة اليوم. أتمنى أنه كل احنا نتبع هذه الإرشادات في سبيل أنه نحافظ على خصوصيتنا وأماننا، خصوصية التطبيقات اللي نستخدمها دائما. شكرا لكم، أستودعكم في أمان الله وحفظه. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، وحقيقة نشكر الدكتور وسام الخزاعي على هذه المعلومات اللي ذكرها حول مسألة الحماية الإلكترونية، وذكر مجموعة من الملاحظات حول ذلك الاسم اللي ممكن أنه نختاره حتى يكون هو الرمز الخاص بهذا الموضوع بالتطبيق من التطبيقات، وذكر مسألة مهمة أنه هذا التطبيق أو هذا الرمز اللي نضعه ما نخليه على كل التطبيقات، باعتبار في حالة أنه لا سمح الله أنه شخص اكتشف هذا الرمز حتى ما يستطيع أنه يصل لكل التطبيقات الأخرى. والمشكلة ولكن أنا أعتقد المشكلة بينا إحنا، يعني مرات إحنا ننسى، يعني من كثرة التطبيقات ممكن أنه نخلي أكثر من رمز، ممكن في بعض الأحيان ننسى أنه الرمز اللي وضعناه، فشلون تعالجين هذه المشكلة في حالة أنه أنت أساساً تنسين هذا الرمز؟ صح. طبعاً المعروف علي أنه هذه المشكلة أعاني من عدها دائماً، لكن حاولت أتغلب عليها أنه أكتب كل موقع من مواقع التواصل في دفتر صغير وأكتب له كلمة المرور. أيضا حاولت أنه بكل فترة من الفترات أغير هذه الكلمة حتى تكون أكثر يعني ضمانا للحماية، أنه كل شهر مثلا أغير كلمة المرور، وأيضا أخذ سكرين للموقع اللي أنا دا أتصفحه أو دا أغير باستمرار كلمات المرور. تعرفين أنه خصوصا الناس اللي يكونون أدمن في صفحات كبيرة وصفحات مواقع تواصل حساسة لازم أنه يحمون نفسهم ويحمون هذه المواقع حتى ما يقدروا ما يخسرون هذه المواقع، وأيضا احنا نعيش في حالة صراع وحالة حروب إلكترونية حقيقية. مشكلة قاعدة تتطور يعني الطرق، يعني اليوم تعرفنا على طريقة شلون نحمي هذه الرموز، ولكن ممكن هناك مثل ما ذكرتي بعض الشخصيات عندهم إمكانيات كبيرة بهذا الموضوع بحيث أنه يستطيعون أنه يخترقون حتى وإن كان الرمز صعب. اليوم أنت ذكرين أنه أنا أغيره وبين فترة والثانية مع ذلك عندهم هذه القدرة، فنحتاج إلى أنه نكتسب هذه المعلومات الجديدة دائما. يعني مثل ما هم يحدثون الطرق إحنا نحدث الطرق اللي نستطيع من خلالها أنه نحمي هذا أكيد. الملفت نظر سوزان أنه الأعمار الصغيرة وشوفين الأطفال هم أكثر خبرة في هذا الموضوع، فدائما نحاول نتعلم من الأطفال أكثر ما نتعلم من الكبار. نعم بالفعل باعتبار أنه حتى يعني كثير من السيدات يذكرون هذه المسألة أنه أطفالنا أكثر يعني مقدرة على التعاون مع جهاز الآيباد أو الموبايل، ويستطيعون يدخلون ويخرجون ويسوون حتى مثل ما ذكرنا الرمز، بينما كبار السن يمكن ما عندهم هذا الانفتاح على هذا الموضوع. طيب خلينا نعرف زميلنا كرار شلون يتعامل مع مسألة الباسبورد، وإذا كان عنده أطفال متمكنين بهذا الموضوع يستشيرهم.
السلام عليكم زميلنا كرار، وأسعد الله صباحكم. صباح الخير كرار، صباح العافية. تحية طيبة، أسعد الله صباحكم زميلتي سوزان، أسعد الله صباحك زميلتي آلاء. طبعا موضوع اليوم المواقع التواصل وهاي العولمة الإلكترونية لازم أن تكون لدى متداولي هذه المواقع تكون لديهم باسوردات يعني آمنة جدا للحفاظ على كثير من الخصوصيات الموجودة في الهواتف النقالة في هذه المواقع. اليوم نلاحظ كثير من الندوات تعقد من قبل وزارة الداخلية بالتحديد الشرطة المجتمعية للحفاظ على هذه الأمور، لأن هذا موضوع الحماية الإلكترونية يعني في ضعف هذه الحماية الإلكترونية لربما تزداد حالات الابتزاز الإلكتروني أولا، كذلك سرقة المعلومات، سرقة المحتوى. ضروري جدا لكل من يعمل بهذه المواقع وعلى استمرار دائم أن يحصن هذه المواقع بباسوردات، بأرقام شخصية، أرقام يعني جدا صعبة التعرف عليها للحفاظ على هذه الخصوصية. طيب كرار، تستخدم الكلمة المرور لمواقع التواصل اسمك ورقم تليفونك والمواليد؟ يعني تنطين معلومات إنه حتى يدخلون على صفحتك الشخصية. يعني أرقام وبعض بعض الحروف. عرفناها إن شاء الله. إذن نتحول إلى الطقس وأخبار كلمة المرور إلى لهذا اليوم. لكم الحديث. كل تفاصيل النشرة الجوية بعد قليل. سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية لبرنامج صباح كربلاء، والبداية مع تصريح من قبل الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم الأحد الموافق 12 من كانون الأول للعام الحالي، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو يتحول تدريجيا إلى غائم جزئي، درجة الحرارة ترتفع قليلا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، بينما المنطقة الشمالية طقس صحو يتحول تدريجيا إلى غائم جزئي، درجة الحرارة ترتفع قليلا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. أما ما يخص المنطقة الجنوبية طقس صحو يتحول تدريجيا إلى غائم جزئي، درجة الحرارة ترتفع قليلا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، بينما درجات الحرارة ستكون كالآتي. نبدأ أولا من العاصمة بغداد، سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات، بينما العظمى لها ستكون 20 درجة، طقس مشمس في العاصمة بغداد. كربلاء المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 19 درجة، طقس غائم جزئي في كربلاء المقدسة. البصرة سجل الصغرى لهذا اليوم 9 درجات، بينما العظمى لها ستكون 22 درجة، الطقس مشمس أيضا في البصرة. إدهوك سجل الصغرى لهذا اليوم 8 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 18 درجة، الطقس مشمس أيضا في إدهوك. صلاح الدين سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 20 درجة، الطقس مشمس أيضا في صلاح الدين. المثنى سجل الصغرى لهذا اليوم 8 درجات، بينما العظمى لها ستكون 20 درجة، الطقس غائم جزئي في المثنى. كركوك سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 20 درجة، الطقس مشمس أيضا في كركوك. الديوانية سجل الصغرى لهذا اليوم 8 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 19 درجة، الطقس غائم جزئي في الديوانية. النجف الأشرف سجل الصغرى لهذا اليوم 9 درجات،
بينما العظمى لها ستكون 20 درجة طقس غائم جزئي في النجف الأشرف. الموصل سجلت صغرى لهذا اليوم 4 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 18 درجة طقس مشمس أيضا في الموصل. ديالى سجلت صغرى لهذا اليوم 6 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 20 درجة طقس مشمس أيضا في ديالى. ذي قار سجلت صغرى لهذا اليوم 8 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 20 درجة طقس غائم جزئي في ذي قار. أربيل سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 18 درجة الطقس مشمس أيضا في أربيل. الأنبار سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 20 درجة الطقس غائم جزئي في الأنبار. ميسان سجل الصغرى لهذا اليوم 9 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 22 درجة طقس مشمس أيضا في ميسان. السليمانية سجل الصغرى لهذا اليوم فقط 4 درجات، بينما كحد أدنى للدرجة عفوا، بينما العظمى لها ستكون 18 درجة الطقس مشمس في السليمانية. بابل سجل الصغرى لهذا اليوم 9 درجات فقط، بينما العظمى لها ستكون 20 درجة الطقس غائم جزئي في بابل. وأخيرا واسط سجل 7 درجات فقط صغرى، بينما العظمى لها ستكون 21 درجة الطقس مشمس أيضا في واسط. كل التقارير للمتنبئين الجويين تؤكد بأن نهاية هذا الأسبوع سيكون هناك منخفض جوي لربما سيكون محمل بموجات من الأمطار الرعدية في عدد من المحافظات العراقية. هذا كله ما رصدناه عن حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم. ملتقانا دائما على المحبة والود بعد 10 صباحا، وهذه عودة مرة أخرى إلى آلاء وسوزان لإكمال فقرات برنامج صباح كربلاء. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ونشكر الزميل إكرار على هذه المعلومات حول أحوال الطقس والمناخ، وذكر حقيقة هناك انخفاض في بعض المناطق من بلدنا العزيز، وممكن تصل في بعض الأحيان وبالأيام القادمة إلى درجة البرودة وإلى درجة تساقط الثلوج. حقيقة هذا المشهد، مشهد تساقط الثلوج، مشهد جدا جميل ورائع، ولكن هو مختص ببعض المناطق زميلتي آلاء اللي تمثل فقط بالمناطق الشمالية اللي هي حقيقة سليمانية وزاخو، تلك المناطق اللي هي ممكن تكون بها هذه الأجواء، ممكن شخص يتمكن أنه يذهب إلى هذه الأماكن ويعيش هذه الأجواء. لكن أعتقد مرت علينا سنة تقريبا سنتين أو سنة شاهدنا هذا المنظر فقط فترة الصباح واختفى وكأنه للمرة الأولى. فمسألة الشتاء يعني جدا جميل، ولكن هناك بعض الدول تتمتع بهذه المشاهد اللي هو الشتاء الأوروبي اللي دائما سنة كاملة يتمتعون بالثلوج. هذا الشيء احنا نفتقر إليه ونحب انه نعيش هذه الأجواء، ولكن نفتقر إليها فتكون جدا لطيفة. فشنو تتخيلين لو كانت كربلاء تتمتع بشتاء أوروبي؟ يعني شنو الأمور اللي تحبين تشوفينها تكون موجودة في كربلاء بهذا الشتاء؟ شلون تتخيلين كربلاء راح تكون؟ نعم أكيد هذا الموضوع راح
اللحظة في فقرة من النت، لكن نشوف بعد الفاصل ونتحول إلى الحديث في هذا الحوار. نعم. إذن أعتقد مثل ما ذكرنا قبل قليل اللي هي مسألة المشاهد اللي تتمتع بها تلك المناطق اللي هي بها ثلوج وبها تكون جدا لطيفة وتكون لطيفة، فخلينا نشاهد بعض من هذه المشاهد اللي حضرها إن المخرج واللي تتميز بها الشتاء الأوروبي. نعم، إذن مشاهدينا الأكارم شاهدنا تلك المشاهد اللي تتمثل بالشتاء الأوروبي في تلك المناطق. البعض يعتبر أنه مسألة يعني الثلوج وتساقطها مسألة يعني جدا لطيفة، ولكن أعتقد بهذه الصورة اللي ظهرت قبل قليل هناك أيضا بعض المعاناة من تساقط الثلوج بكثرة إذا كانت موجودة. نلاحظ أنه حركة السير تكون جدا صعبة بهذه الفترة، والبعض يكون هناك إعاقة لأعماله، أداء أعماله في أنه يتواصل مع الآخرين باعتبار أنه ممكن تسد الطرقات وحتى الأبواب. أكيد هذا الزائر الأبيض اللي عادة يزور الكرة الأرضية بفصل الشتاء ويمتد في بعض المناطق حتى فصل الربيع أكيد يحمل بعض المعاناة لسكان هذه القارة، القارة الأوروبية خصوصا، لكن أشوف إذا انعكس الموضوع على بلادنا وعلى دولنا العربية رح بالفعل أنه ما متأقلمين على هكذا أجواء. أيضا سبحان الله سوزان موضوع أنه رب العالمين يهيئ كل الظروف الجسدية الجسمية الطاقة للإنسان لكي يتأقلم مع هكذا أجواء، فذكرتي أنه في أحد السنوات لاحظنا في محافظة كربلاء سقوط كمية لا بأس بها في الصباح من الثلج، وكانت عبارة عن فرحة وسرور والكل التقط هذه الصور غريب جميلة للزائر الأبيض. نعم إن شاء الله نشهد شتاء جميل، شتاء رائع، ذا جو حامل إن بعض المسرات، خصوصا أنه شتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين فيه على قيامه، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه، هكذا قال الإمام الصادق عليه السلام. فللشتاء نكهة خاصة على أجواء المؤمنين. نعم طيب خلينا نشاهد بعض من المشاهد حول الثلوج اللي زودنا بها المخرج حتى نعيش بهذه الأجواء، أجواء الثلوج. نعم لاحظ تساقط الثلوج بكميات كبيرة جدا، لاحظي هذه يعني السطوح ممكن أنه تعيق، ذكرت لك قبل قليل ممكن حتى تغلق الأبواب، يعني تصير صعوبة بالحركة تسبب لهم بعض المشاكل، ولكن هو لا يخلو من الجمال. نعم إذن هناك مهما كانت هناك هذه المشاهد تكون صعبة، ولكن هي بالتأكيد تكون لطيفة وجميلة، ونذهب إنه للشمال حتى نعيش هذه الأجواء، ولمن لا يستطيع الوصول إلى تلك المناطق ممكن إنه نتخيل هذه الأجواء أو نعيشها عبر وسائل التواصل، ممكن إنه نعيش تلك الأجواء، ولكن تبقى يعني سبحان الله مثل ما ذكرت قبل قليل الله سبحانه وتعالى كل شخصية وكل جسم إنسان مهيئ للأجواء، إحنا متعودين على الأجواء الدافئة يعني والدرجات الحرارة المرتفعة اللي ما أعتقد اللي عايشين تلك الأجواء الأوروبية ممكن يستطيعون يقاوموا. أكيد هو معاناة بالنسبة إن إذا كنا نسكن هكذا مناطق، وأيضا معاناة بالنسبة لهم إذا كانوا يعيشون في أجواءنا الحارة. إذن الفاصل ينتظرنا بعد قليل نكمل معاكم صباح كربلاء.
وقفت يوما أصيح على سفوح الجبال والشمس ينبوع نور وجنة من ظلال. ناديت يا جبال أهديك أحلى سلام، فعاد صوتي وقال أهديك أحلى سلام. عجبت من لا يقول ولم يكن في الحقول على امتداد المدى إلا أنا والصدى. كذاك يا أصدقاء جزاء أعمالنا، إن كان خيرا فخير أو كان شرا فشر، مثل ارتداد الصدى إنا نراها غدا. العتبة الحسينية المقدسة إلى بث الحياة في أرجاء مختلفة من البلد، وبخصوص المرافق المهمة والحيوية والمناطق الأثرية. هذه المناطق التي تحمل بصمة عراقية بحتة. من هذه المناطق ومن هذه الآثار نطاق كسرى، هذا المكان الأثري الذي حمل شواهد مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نتابع التفاصيل في تقرير لزميلنا أمير عرب. أكثر من 2000 عام على إنشاء هذا الصرح المعماري التراثي المسمى بطاق كسرى، الذي يقع في قضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد، والذي لم يشهد حملة لإعادة إعماره منذ أمد بعيد. هذا القوس الذي يعلو المكان يعاني من الإهمال، ما أدى إلى سقوط أجزاء منه. وفد من جامعة بنسلفانيا بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والتراث عملوا على إعادة تأهيل الطاق، وبدعم من مؤسسة ألف الدولية. لقد أسس هذا الإيوان على أسس هندسية متينة، والدليل على ذلك بقاءه أكثر من 2000 عام الذي نشاهده أمامنا. هذا القوس وباحة القصر، وهناك أجنحة يمين وشمال هذه الباحة، هي عبارة عن الإدارة والأجنحة الرئاسية والأماكن المخصصة لإدارة الحكم. نحن نقوم بأعمال طارئة وبتمويل من مؤسسة ألف، والأعمال التي يتم تنفيذها من قبل جامعة بنسلفانيا. أما الأعمال الجارية في الوقت الحالي هي الصقل وترميم القوس لغرض الوصول إلى أعلى منفذ له، والذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا، كما وسنرى في الأيام القادمة ما يتوجب علينا فعله للمحافظة على ثباتية القوس للمدى البعيد. العتبة الحسينية المقدسة، ومن خلال مدير أكاديمية الوارث، رحبوا بالبعثات التنقيبية الدولية، مؤكدين دعمهم الكامل لتأهيل وحماية المواقع الأثرية في العراق وحرمة المتاجرة بها، فضلا عن عزمهم على إنشاء معرض في كربلاء يضم المكتشفات التي يتم العثور عليها من قبل بعثات المكتشفين الذين زاروا العراق مؤخرا. توصية المرجعية الرشيدة صراحة في الحفاظ وحماية الآثار وحرمة المتاجرة بالآثار، فبالتالي يعني تاريخنا، حتى تاريخنا الإسلامي هو عبارة عن آثار،
يعني عفوا للتعبير آثار بمعنى قيمة تاريخية والفترة الزمنية، فلذلك دخلت مرحلة الآثار، كل المواقع الدينية الموقرة القيمة، تكريم هؤلاء البعثات، هذه البعثات اللي حضرت. سيكون هناك معرض في إحدى مدن الزائرين المباركة لعرض نتاج هذه البعثات وآخر ما توصلت إليه هذه البعثات، فهناك مكتشفات حقيقية تغير وجه التاريخ. ويعول العراق على عودة المواقع الأثرية المهمة إلى سابق عهدها لجذب السياح ومن مختلف دول العالم بالاعتماد على المنظمات التنقيبية الدولية. الاهتمام بالمواقع الأثرية وصيانتها بشكل دوري فضلا عن حمايتها سيعزز من الواقع الاقتصادي والسياحي في البلاد، كونها واجهة حضارية وإرث وطني. من بغداد، أمير عرب، قناة كربلاء الفضائية. الناس حساد المكان العالي يرمونه بدسائس الأعمال، ولا أنت يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال، لا ينتمي لك من يخون ولاءه، إن الولاء شهادة الأبطال. يا قبلة التاريخ، يا بلد الهدى، أقسمت أنك مضرب الأمثال. حقيقة بلد العراق زاخر بالآثار وبالحضارات، وكما سلط الضوء مشكورا الزميل الأمير عرب على هذا المكان والذي هو حقيقة موقع أثري، مشكورة جهود العتبة في الالتفات إلى هكذا أماكن، وإن شاء الله نشهد كما ذكر التقرير بعض الأماكن الخاصة بالاحتفاظ بتلك الآثار التي يتم العثور عليها باعتبار هي أرث وهي حضارة وهي تاريخ نفخر حقيقة بوجوده في بلد مثل العراق. مثلما نلاحظ زميلتي آلاء أنه العراق حقيقة موجودة به كثير من الآثار والحضارات، وبالإضافة إلى المراكز الدينية، بالإضافة إلى المراكز الطبيعية. يعني العراق زاخر بمختلف النواحي اللي ممكن تكون جذب سياحي، اللي ممكن البعض يعني يحاول أنه يحصل على جزء بسيط من هذه الأمور اللي موجودة بالعراق، سواء كانت الطبيعة أو الآثار أو الحضارة أو المراقد الدينية، ولكن نحتاج إلى هذه الالتفاتة. وإن شاء الله نلاحظ جهود العتبات بإبراز هذه الأماكن سواء كانت الأثرية أو العتبات بتوسعتها بالاهتمام بها. إن شاء الله تكون هناك أيضا مبادرة مثل ما ذكر التقرير، أنه اللي يجد بعض من هذه الآثار هي محرمة أنه يحتفظ بها باعتبار هي تكون يعني ملك للجميع. نعم. أيضا سوزان، هذا الموضوع ألاحظه جدا مهم، خصوصا أنه بعض الأماكن لحد الآن ما وصلت إلها يد الإعمار، فتلاحظين أنه الإهمال من قبل مثلا المواطن بسوء مثلا دراية بهذه المواقع وهذه الأماكن، أيضا راح يعرضها إلى مزيد من الإهمال. إن شاء الله كل مناطقنا وكل آثارنا القيمة بهذا الوطن الغالي تمتد إلها يد الخير وتوصل إلى مرحلة الإعمار. طبعا اكيد انه كليتنا نعرف الان بدينا نصل الى اللحظات الاخيره من صباح كربلاء، لكن ايامكم ان شاء الله كلها صباحات رائعه. ففي الختام اقول فانك باعيننا، مجرد مرورك على تلك الكلمه تقف تنظر فيها باحثا عنك، باحثا بين حروفها، متاملا ذلك الاحتواء العجيب الذي فيها انت وقلبك وشعورك تحمله، وكل حب تعرفه لا يساوي الحب الذي فيها. هكذا نختم معكم وندعو لكم مشاهدينا الكرام بالتوفيق ورضا الله في هذا الصباح وكل صباحاتنا. نلتقيكم في صباح آخر متجدد، إلى اللقاء. في أمان الله وحفظه. Thank you.